به طرق ثبت الترجي الرياضي التونسي، يقول سيطر خلال التسعينات والألفينات على البطولة التونسية بدون منازع. في المقابل السيطرة هذه ما كانتش بنفس الدرجة إفريقيا في نفس الفترة، فما شكون يفسر هذا بأنه سليم شيبوب ما كانش عنده نفس النفوذ إفريقيا؟ شنو رأي طارق ثابت للي يقول الكلام هذا؟ يود ربي الناس كل حتى سليم شيبوب يود يرى سليم شيبوب كخدم يعرف يخدم هيكل الترجي، عمل جمعية، جاب ملعبية. شو يقول لك توا مثلا حتى الملعبية مثلا الكبار ليزون ترنر الكبار توا يقول لك احنا علينا 70% من الكيب و30% الاخرى عند الرئيس. تعش معناتها عند الرئيس 30%؟ اش معناه 30%؟ اش تجيب لي القدام دلوقتي 70% معناتها مي ديفونس للمليو التروازة تاكون مثلا رامل عند الرئيس الجمعية ادفع. سليم شو كان يعرف، كان يفهم كورة، يعرف اللي الكيب راه يلزمها كذا وكذا وعمل كيبات مش عادية في الوقت هذاك. احنا انت تقولي سيطرنا افريقيا، زاد شكون دخل الترجي في افريقيا؟ وقتاش دخل الترجي في افريقيا في التيتروات؟ جيلكم انتم، جينا احنا شهزين احنا. شوف تقول افريقيين ما الناس هذه مردود الكلام عليهم. هزينا كوب دافريك دي شامبيون، هزينا سوبر كوب، هزينا الافروازياتيك باهي، هزينا الكاف، هزينا الكوب دو كوب. شي حب السبعه يحكوا على اربعه ولا خمس سنين ولا ست سنين هذيك هي ما هزناش وقتها، هاي عوده الترجي تهز. معناتها كي نهزوا احنا سانك ولا سيتيتر من غير العربيه معناتها يولي ماهوش نافذ افريقيا. فما ملعبيه رئيس سليم شيبوب عمل جمعيه كبيره، ملعبيه كبار، جاب ملعبيه كبار حطهم في الجمعيه، حتى ولو ما يلعبش حطوا في الجمعيه خاطر باش يكثر. شوفي سليم شيبوب شو عمل، يعرف قلت لك كوره، عمل لوبوزيسيون في التيران. اش معناتها تعرفي احنا كي نلعبوا 10 ضد 10 في البارك يمكن اقوى من نلعب مع جمعيات في في في, في, في الشامبيونه. معناتها دكه الاحتياطيين تعمل لك فريق. هذيك هي الكوره، الكوره لازم تكون عندك مش 10 ولا 12 ملاعبي في الكيبات كبيره، لازم يكون عندك اوبوزيسيون كبيره في لونترينمون، مش الجوارات نتاعك ديما تبقى في باليه معين. انا مردود عليهم الناس هذه اللي